السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعدتكم إني هنوزن زغليل الحمام مع بعض. هنشوف دلوقتي، أنا مجهز لأني بصور لوحدي. أنا مجهز، حاطط 3 زغلول في سيكارة، كل واحد كمان أهو يبقوا 4 أهو قدام حضراتكم أهو. هنحطهم كده بيطير. معلش اهو اهو ما حضرتك منه. طيب معلش، هو احنا هنوزن 3 بس لان مش عارف امسكه اهو. الميزان اهو فيه 3 حمامات، الميزان واضح قدام حضرتكم اهو. 3 حمامات، يعني لو قلنا كيلو نقول حوالي كيلو و200 مثلا، 3 حمامات او كيلو و100. تمام، التاني التاني تتأكد دول 3 زغلول اكتمل الريش او شك على انه بيطير، يعني طيران خفيف. نشوف اهو، ادي في الشكارة اهو اللي احنا نطلعهم. تأكدوا حضراتكم ان هم 3 زغلول اهم جواهم نطلع بإيدينا واحد واحد اثنين كلهم اهم هيخرجوا اهم من الشباك. 3 زغاليل اهم، 3 زغاليل. ومن فضلك اشترك في القناة علشان تشجعنا نصور ونوريك وصلنا لإيه في تربية الحمام. شكرا.